هلو هلو جشنی نوروزتان پیروز بود. نوروزتان پیروز. نوروزتان پیروز. هلو هلو اصدقائي، شوكم شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. هذا الفيديو راح يكون فيديو اول يوم من العيد، عيد نوروز. اليوم مثل كل سنة 20/3 احنا نحتفل باستقبال عيد نوروز. طبعا 21/3 اللي هو 1/1 نوروز. هذه راس السنة 2721 السنة الكردية. فبالعادة الناس يروحون الشارع سالم او يروحون للقلعة باربيل، شارع سالم طبعا بسليمانية، حتى يحتفلون بهذا اليوم. بس بما انه فيروس كورونا وما حد ما يقدر يطلع وممنوع، فاحنا راح نحتفل بيه ويا العائلة كلها. وهذا الزي لليوم اللي لابسته، يو شي بسيط، لكن حبينا نحتفل هذا النوروز بزي الكردي، يعني نستقبل السنة الجديدة بزي الكردي. يلا تعالوا معنا. هسه وصلنا لهنا. طبعا دول كلهم عائلتنا، بيت عمي بيت عمتي وهيجي. الصبايا ياخذون صور تيك توكات، لا مو صور، تيك توكس. هاي نينا الحنينة ولازين. عادي نينا بس يجي لكتكم. هذا الستايل مال نينا، هذا تصميمها الخاص، قديم الزمان. هديت وش هذا هم ستايل جديد يعني. يا نايس. وهنا يحضرون فريد للتشريد. الشاي حاضر هسه. يم يم. هذا كان دي يسبح بردانس قاعد يم النار على مود يتدفى شويه. فايا مثل ما تشوفون هاي عائلتنا الصغيره الكيوت. الشمال جا متاخر، شوفوا الاكل مالته. او ماي جاد، هذا زي الكردي للشباب. هذا الان بيوند هيرش.
هذا الكيك برعاية نينا الحنينة. بعد الغداء والشاي والدبكة الشباب دي يلعبون ورق. خلي أقعد وأحكي لكم عن كم نقطة. مثل ما قلت لكم بالعادة بسليمانية نروح للأماكن العامة حتى الكل نحتفل سوا، لكن هالعيد كان بسبب كورونا ما صارت أعياد وما سووا حفلات، فقررنا إحنا والعائلة كلنا نلتم سوا حتى نحتفل بهذا العيد سوا، يعني نبديه سوا. باتشر يكون أول يوم عيد نوروز، وهم راح أصور لكم الأجواء. وهسا إحنا قريبين من منطقة دوكان، وراح أخلي لكم بصندوق الوصف كل التفاصيل عن المكان، عن السفرات، عن نوروز بشكل عام. إذا حابين تعرفون أكثر افتحوا صندوق الوصف وراح تشوفون كل المعلومات. وإذا لحد هسه باقين تشوفون الفيديو لا تنسون تسووا لي لايك وتشاركوا ويا أصدقائكم حتى يشوفون شلون كانت أعياد نوروز بشكل عام هالمدة أو هالسنة بسليمانية، لأن هواية أشياء صارت إنه الناس ما طالعة حاليا يحتفلون، قليلين اللي طالعين لكن ما يحتفلون بسبب كورونا وهاي السوالف. بس إن شاء الله السنوات الجاية راح يكون أحسن وكورونا تخلص ونفتك منها، لأن صدق تعبنا. هاي السنة الثانية اللي ما حد ما قدر يحتفل بيها بالشكل جماعي. مثلا احنا بالعادة نشعل نار ونحتفل والكل يغني سوا ونلبس الزي الكردي، فعشرين ثلاثة مخصص لهذا اليوم انه نستقبل السنة الجديدة. اذا انتوا من قومية ثانية، من بلد ثاني، من اي شيء مختلف عنا، اكتبوا شنو الاختلاف اللي يمكم، شنو العادات، شنو تسوون الربيع، انتو شلون تقضوا. واكتبوا لي بالتعليقات هم شنو حابين تشوفون بالفيديوهات الجاية. اذا لحد هسه ما مشتركين بالقناة
شنو منتظرين؟ اشتركوا بالقناة هنا يس بالأحمر مكتوب سبسكرايب أو اشتراك، وفعلوا زر التنبيهات على مود يوصلكم كل جديد. وأني أحاول بهالأيام أحاول كل يوم أنزل فيديو، إذا طلعنا أو إذا رحنا لأي مكان أحاول أصور لكم أكثر الأماكن اللي تجتمع بيها الناس وأكثر الأماكن الحلوة. أغلب الأوقات لما نجتمع لعائلة كبيرة يعني بيت جدي كلنا، فهيجي نجيب أكلنا ونطلع برا أحلى يكون، لأن عددنا هواية فيكون بمكان هيجي واسع وحلو يكون أحلى. وأعرفوا هواية طولت عليكم، يلا خلنا نروح. مش لقي كام يعني. والحرب هسه يبدي. بتواتي. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى إنه نال على إعجابكم. إذا عجبكم الفيديو أكيد لا تنسون اللايك وتشاركوه ويا أصدقائكم حتى يشوفون نوروزنا هالسنة. وإذا بعدكم ما مشتركين بالقناة شنو منتظرين؟ اشتركوا بالقناة وفعلوا زر التنبيهات على مود يوصلكم كل جديد. ولحد الفيديو جاي، باي باي. Yeah!